كان الشباب العرب يستطيع تكلم عربية فلا شك أصح لهم تعلم اللغة الصينية. هذه عندنا ثقة، لأن اللغة الصينية ليس كمثل كما قال بعض الناس أصعب، لا هو اللغة الصينية إذا عرفت طريقة التعليم وعرفت النطق يعني سهل. هو أيضا أظنه يعني إذا وضع المشروع هذا أو القرار هذا يوجد هناك خاصة في المقررة أو في خطوة يعني خطوة في السهل سيكون يعني تدرجية، يعني واحد يريد يبذل جهده لتعلم لغة أظن السهل له، لأنه له رغبة له جهده ولا يوجد صعوبة عند الشخص ما هو يبذل جهده. حتى في هو في بلد في العرب في السعودية وكي أيضا إذا أنا أكيد يوجد دعم من الصين مادية ومعنوية يعني لكي يدرسوا اللغة الصينية، لأن هذه ليس شأن للسعوديين فقط بل هو بين بلدين يعني شعبين. أظنه يعني في صعوبة بداية في صعوبة، لكن مع مرور الوقت يعني أظن فيها تحسن في تطور إن شاء الله.